الشارع الرياضي الإماراتي غير راضي عن النتائج وعلى كل ما يقدمه فان ميرفيك، ما الحلول؟ نعم، الحلول أنه يجازف أكثر. يعني أنت فقدت 7 نقاط من أول 9 نقاط. الأداء ما عايز أقول لك كارثي ولكن سيء. أفضل مباراة لعبها المنتخب الإماراتي كانت أمام إيران، ولكن خسرت 3 نقاط بأخطاء فردية قاتلة. أنا أعتقد عنده فرصة العودة على الأقل المنافس على المركز الثالث من خلال تقديم عرض جيد أمام العراق واستغلال يعني الهفوات المنتخب العراقي، لأنه تقريبا الاثنين بنفس المستوى. ولكن أنا أعتقد أنه المنتخب الإماراتي عنده فرصة أمام المنتخب العراقي أنه يرجع للمنافسة على أقل تقدير. حسابيا لا يزال بالإمكان يعني بالنسبة للمنتخب الإماراتي شرط الفوز في كل المواجهات المقبلة. هل ميرفيك عنده الإمكانيات أنه بالعودة بالمنتخب، أو هناك أسماء ربما تستحق الوجود في المنتخب، التواجد بالأحرى في المنتخب الإماراتي؟ نعم، هو ميرفيك للمرة الثانية على التوالي يكرر نفس الخطأ، أو في التصفيات الأولى أول مباراتين دخلهم بدون أي مباراة تجريبية، وهالمرة أيضا أول مباراتين بدون أي مباراة تجريبية. لذلك يدخل وكأنه التصفيات هي إعداد، خسر نقاط من أول مباراتين، ثم تطور الأداء أمام إيران، كان تطور جيد جدا على مستوى الأداء والعناصر اللي عاندهم عدم تسجيل أهداف. أعتقد البناء على ما حقق أمام إيران، إيران أقوى يعني فريق في المجموعة ومتصدرة، الأداء اللي شاهدناه وأنه حتى كان يجب أن يطرد لاعب إيراني، كانت ممكن ترجح كفة المنتخب الإماراتي. لو تم البناء على هذا الأداء هناك فرصة تحسن جيدة. ولا تنسين أنه المنتخب الإماراتي الآن القول أنه يجب أن يفوز في جميع المباريات. نعم، هناك سجل 18 نقطة. هناك مباريات المنافسين ممكن أحد يوقع الآخر، يعني المنافسين مباشرين نفسهم يتواجهون فيخسر طرف، يعني الحسبة تحتمل أكثر من سيناريو. طيب، شو مفاتيح ميرفيك أمام المنتخب العراقي؟ الهجوم بمهاجمين، هذه إشكالية. هو الإشكالية دائما يتأخر في التغيير، ودائما في عنده يعني تيجالي، انت عندك لاعب مجنس وجالس ما اعطيته الفرصه حتى 5 دقائق، يعني يجازف. المجازفه هي الطريق الوحيد عشان يقدر يصعد في هذه التصفيه. هو عنده 21 نقطه، ممكن يحصد النقاط اللي يحتاجها للتاهل. نتمنى ان يكون هناك تصحيح يعني في المباريات المقبله. ايضا مشاهدينا، في فقره اله الزمن سنتذكر اول هدف إمارة في تاريخ المونديال العالمي، وفي إيطاليا عام 1990 كانت قصة. تفاصيل مع حسين الطائي، نتابع.